مرحبا بكم في أول درس وأول وحدة من مجزوءة الوضع البشري، وهي سلسلة دروس الفلسفة في البكالوريا المغربية. أول وحدة وهي الشخص. فما تعريف الشخص في الفلسفة؟ الشخص يدل اللفظ في اللغة على الظهور والتعين، كما قد يطلق حسب لالاند على الشخص الطبيعي من حيث هو جسم ومظهر، وعلى الشخص المعنوي من حيث هو ذات واعية، وعلى الشخص القانوني من حيث أن له حقوق وواجبات. فما الشخص؟ وهل الشخص هو من يتجاوز كل المظاهر الخارجية وحتى النفسية؟ وما هو الثابت والجوهري الذي يشكل أساس الشخص وأساس التعامل معه؟ وأية قيمة يحملها الشخص في ذاته؟ وفاش نفهمو هادشي كامل؟ عن طرقول ثلاثة الفقرات، وهي الهوية الشخصية، والشخص بين الضرورة والحرية، وقيمة الشخص. ومن بعد عن مرور الخلاصة نحاول نقرب فيها مفهوم الشخص في الفلسفة. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة فورميني بالدارجة. أول درس من دروس الفلسفة عيكون هو الهوية الشخصية، ولكن قبل هذا الشيء اللي باقي ما اشترك كندعوه للاشتراك في الرابط اللي كاين هنايا. شنو هي الهوية الشخصية؟ بيان سور ماشي هي لاكارت ناسيونال، هذيك الهوية الإدارية ديالك، ولكن الهوية الشخصية في المفهوم الفلسفي هي الحاجة اللي كتميز الذات ديالنا. شوفوا التعريف اللي عطاو الفلاسفة. الهوية يدل اللفظ على الخاصية التي بموجبها إما تطابق الذات ذاتها فتكون هي، وإما أنها تميز الذات عن غيرها. فالهوية إذن مبدأ وحدة واختلاف. بالجانب الوحدة هي أن الهوية هي اللي كتخلي الذات ديالنا هي، يعني كتعرف راسك ملي كتشوف راسك في المرايا، ولا ملي كتشوف التصرفات ديالك تقول أنا هو هذا، ولا الحاجة اللي كتميزك على الآخر. فالهوية هي اللي كتميز ذات عن ذات أخرى. كيف للشخص بما هو ذات عارفة وأنا واعية أن يتعرف ذاته ويحافظ على وحدة الشعور بها؟ أول حاجة خصنا نفهمه كيفاش الذات كتعرف الهوية ديالها، وكيفاش كتحافظ على هذه الوحدة الشعور بها على مر السنين. ثاني حاجة، إن هذه الأسئلة تتمحور حول إشكال إدراك الذات لهويتها الخاصة وتطابقها لذاتها داخل وحدة الأنا. وحدة الأنا كما عرفها الفلاسفة هي حقيقة الإنسان الثابتة والحاملة لكل حالة نفسية والفكرية، كما يدل اللفظ على الجانب الواعي في شخصية الإنسان. يعني كيفاش أنها الذات كتحافظ على ذاتها وللهوية ديالها في داخل وحدة الأنا. دابا نبداو بالفلاسفة، وأول فيلسوف هضر على الهوية الشخصية هو جون لوك، عاش في القرن 17 ما بين 1632 و 1704. هو فيلسوف إنجليزي، قال في 1690 مقالة في الفهم البشري لشرح فيها بمقاربة ميتافيزيقية تفسير وحدة الهوية الشخصية. فقال الهوية الشخصية هو الشعور الذي يكون الشخص عن أفعاله الخاصة وتجاربه الحسية، وعندما يكون هذا الشعور مصاحبا للفكر فإنه ينتج وعيا يستمر في الزمان بفعل الذاكرة، التي هي بذاتها امتداد لهذا الوعي في الزمان والمكان. دابا بالنسبة لجون لوك باختصار، الهوية الشخصية هو ديك الشعور اللي كيجينا الوقت اللي كنكونوا حنايا كنديروا شي تصرف ما، مثلا شي واحد من مميزاته أنه متسرع، باش عرف أن هذه كتميز الهوية ديالو بكثرة ما كان كيدير تصرفات، وكيصاحبها ضروري صاحبها الفكر ولا الوعي، لأن كاين إنسان كيدير تصرفات لا واعية ما كيركزش فيها، كتلقى 10-40 عام ما عارفش راسو شكون هو. ولكن واحد اللي كيتصرف واحد التصرف مثلا متسرع، كيف يوصل واحد السن كيقول لك أنا متسرع، باش عرفتيها كيقول لك كيرجع عن طريق الذاكرة ديك الشيء اللي خزنه بالفكر ديالو نتاجا للتصرفات والأفعال ديالو. فهذه هي الهوية ديالنا، كل ما كنديروا شي تصرف ولا فعل كان يحضر فيه الفكر كيخزن ديك الأشياء وكيكون بها واحد الهوية ديالنا اللي كتصاحبنا على طول الزمن عن طريق الذاكرة. غنشوفوا دابا هاد الشيما اللي كتلخص هاد المفهوم عند جون لوك.
أول حاجة هما الأفعال والتجارب اللي كنقوموا بها، ملي كيحضر فيها الشعور والفكر كتخزن عن طريق الوعي في الذاكرة، اللي هي كتعطينا من بعد مع المرور الزمن واحد الوحدة الهوية الشخصية، واللي كتشكل الهوية ديالنا من بعد. دابا نشوفوا شنو هو مفهوم الوعي بالنسبة للفلاسفة. الوعي لفظ يدل على مجموع العمليات الشعورية التي تمكن الذات من إدراك مباشر لذاتها ولما تقوم به ولما يحيط بها، ويرتبط الوعي بنشاط الفرد وتطور اللغة لديه. الوعي هو الحاجة اللي كتطور عن الطفل ابتداء من سنين 7 سنين، واللي هي كيقدر يفهم بها ما يحيط به، وعليها أصرينا على أنها مهمة تكون حاضرة في هذه عملية التخزين وتشكيل الهوية، لأن الوعي اللي كيخزن الحاجة في المكان المناسب ولا كيعطيها واحد النسق معين مع أشياء أخرى دازت في الماضي، وكتشكل من بعد الهوية. أما الإنسان اللي أحمق مثلا أو الصبي اللي ما عندوش واحد الوعي باش يكون على واحد الإدراك فكري للتصرف دياله، ما يقدرش يكون واحد الصورة على الهوية دياله. وللأسف الأمثلة ديالنا عدة ديال بعض الناس وصلوا سنين في حياتهم ما عارفين صراحهم شكون هما، لأنهم عايشين بلا وعي وبلا محاولة تحليل التصرفات ديالهم في الحياة، فما كيكونش عارف راسه. الإنسان اللي كيعطي راسه واحد الغوكول، واحد الرجوع الوراء باش يشوف راسه واش كيدير، كيقدر يبدا يكون بشويه بشويه ديك الصوره على ذاته، وهي الهويه اللي كنسميوها حنا في الفلسفه الهويه. فجون لوك كيقول ان الوحده والاستمراريه مفهومان يعبران بقوه عن دلاله الهويه والشخصيه التي اتعرف عليها في ذاتي دون ما حاجه الى الجسد او الغير. فجون لوك اقصى الجسد والغير من المفهوم الهويه الشخصيه، وقال أننا عن طريق الوحدة والاستمرارية ولا الذاكرة والوعي ديالنا كنقدروا ندركوا شنو هي الهوية الشخصية ديالنا. دابا نمشيو لأطروحات الفيلسوف الآخر، واللي هو آرثور شوبنهاور، واللي هو عاش في القرن 18 ما بين 1788 و1806. هو فيلسوف ألماني. في 1813 كتب العالم بوصفه إرادة وتمثلا، وقال شوبنهاور أن ما يشكل الهوية الشخصية هو إرادة الحياة وليس الوعي والذاكرة. يعني هنا جاي يختلف مع لوك أن المحدد الهوية ماشي هو الوعي والذاكرة، إنما هو إرادة الحياة أو الغريزة، ديك الحاجة اللي كتبقى فينا واللي كتنشأ مع الطفل من الأول، فكتلقاه كيخاف يطيح هو باقي ما عنده ما تكونش الوعي. وكذلك ملي كتلقى الإنسان مثلا أحمق ولكن ما يقدرش يمشي لشي حاجه اللي فيها التهلكه، ولا جرى عليه شي كلب يهرب، لان هذاك لانستان دو سيرفي ولا اراده الحياه هو اللي كتدفعو يتصرف هاد التصرفات. فبالنسبه له هاد الهويه الشخصيه هي اراده الحياه، هي اللي كتحدد لنا هاد الهويه. فالشخص بالنسبه لارثور شوبنهاور هو اولا جسد، وان لكل شخص تجربه حميميه مع جسده وسابقه على الوعي والتعقل. فالوعي والذاكره قد يصيبها التلف بفعل الشيخوخة أو المرض، لكن ما يظل ثابتا وجوهريا هو إرادة الحياة. يعني بالنسبة لآرثور شوبنهاور الغرائز واللي كتكون مع الشخص مجرد ما كيخرج للحياة، واللي كيبقى عنده كما قلنا تفاعل مع جسمه، والطفل كيتجلى في الطفل أنه كيبدا يشوف صبعانه وكيبدا يمانيبولي يديه ويحركهم ويشوف عنده واحد العلاقة مع جسمه قبل ما يتشكل عنده الوعي. وبنفس الوقت الهوية الشخصية ما كتفقدش إلا تفقدت. بالنسبة لآرثور شوبنهاور كمثال قال ما كتفقدش إلا تفقدت مثلا الذاكرة في حالة الزهايمر، كتبقى عندك أنت الهوية الشخصية ديالك. فبالنسبة ليلو ماشي الوعي والذاكرة اللي كيشكل الهوية الشخصية، بل أكثر من ذلك هما الغرائز وإرادة الحياة. فكتركيب وخلاصة، قد يكون أساس ومبدأ الهوية الشخصية إما الوعي أو الذاكرة، وإما إرادة الحياة التي تتجلى في الرغبات. فكنتمنى أن هاد الخلاصة أو النبذة على هاد الفقرة ديال الهوية الشخصية نالت إعجابكم، وكنت يعني بسيط في الشرح ديالها. إلا كاين شي أسئلة أو لا ردود فعل أو لا ملاحظات كنتقبلوها بصدر رحب، وحنا دي أول تجربة، كنتمنى أنكم تتابعوها وبارتاجيو مع أصحابكم إلى عجبكم الفيديو. ما تنساوش تابونا وديروا جيم. تهلاو إلى فرصة قادمة إن شاء الله. مرحبا بكم في درس جديد من دروس فورميني بالدارجة، وهو درس ثاني في دروس الفلسفة ديال السنة البكالوريا، الثانية بكالوريا في المغرب.
اللي باقي ما اشتركش كندعوه للاشتراك في الرابط وما نتعطلوش نمروا للدرس واللي هو درس الشخص بين الضرورة والحرية. أول سؤال كيتطرح، هل يمكن لسلطة المجتمع أن تجعل من الشخص فريسة الاستلاب؟ وهل معنى ذلك أنه لا مكان للحرية في حياته؟ فهذه الأسئلة هتساعدنا نفهم كيفاش يمكن للشخص يتحرر من سلطة المجتمع، وشنو هو المكان اللي كتشكلوا هذه الحرية في الحياة دياله. أول حاجة خصنا نعرفوا مفهوم الحرية، فهو استقلالية الذات فكرا وتصرفا وعدم خضوعها لأي إكراهات خارجية. وكنسطر على فكرا وتصرفا لأن أساس الحرية الفكرية كتلعب دور كبير، هي اللي كتوجه الحرية التصرفات. فإلا ما كنتش حر في الفكر ديالك طبيعي أن التصرفات ديالك يكونوا ماشي حر، يعني ما يكونوش عندهم واحد الحرية اللي انت تكون حرية وهمية لأن انت كتصرف نطاق الفكر والفكر أصلا ماشي حر. أول فيلسوف هضر على الحرية هو إيمانويل موني اللي عاش في القرن، يعني بداية القرن العشرين ما بين 1905 و 1950. هو فيلسوف فرنسي قال أن حرية الشخص ليست ما هي مجردة ومطلقة، وإنما هي خاصية وقيمة تكشف قدرة الإنسان على مواجهة وضعه الوجودي المعقد والمركب. بالنسبة للمني كيقول لك أن الشخص موجود في مجتمع، وهذا المجتمع عنده فيه واحد الوضع مركب، يعني ماشي بديك البساطة يمكننا نقول أن الحرية هي واحد الماهية مجردة ولا لا، هي واحد الخاصية كتبين كيفاش يمكن للشخص يواجه المجتمع والإكراهات ديالو عن طريق الشغل أو الاشتغال أو أي أكتيفيتي هو سماها، يعني واحد النشاط اللي كيبدأ يواجه به يعني ويتحرر تدريجيا من ضغوطات المجتمع. هنشوفوا احنا اللي كيلخص كيفاش شرح إيمانويل موني الحرية. بالنسبة له الشخص كاين الشخص من جهة وكاين قيم المجتمع، فالشخص عن طريق الشغل كيتحرر من الشروط اللي كيوضعها المجتمع. قيم المجتمع كتوضع لنا واحد الشروط، حنا عن طريق الشغل والاشتغال كنواجهوا ديك الشروط والإكراهات باش كنتحرروا. ولكن كما راه كتلاحظوا كاين السهم ماشي وماجي، يعني معنى ان حتى ديك التحرر كيكون واحد التحرر بشروط او تحرر مشروط في نطاق واحد الوضع مركب. بالنسبة لإيمانويل موني التحرر كيمر عن طريق المواجهة، يعني كتكون عندنا ضغوطات خصنا نواجهوها بالشغل باش كنتحرروا، ولكن التحرر كيبقى دائما مشروط. فأول حاجة خصنا نعرفوا شنو هو معنى القيمة، بعد قيم المجتمع والقيمة. القيمة هي صفة أو خاصية نقوم بها الشيء أو الفعل أو الحكم، وذلك بهدف إبراز خطأه من صوابه، جماله من قبحه، أو خيره من شره. يعني مجموعة القيم المجتمع هي واحد الأشياء اللي كتمكننا تقول لك هذه عيب، هذه حرام، هذه ما مزياناش، هذه خص الدار، يعني هذه هي القيم، هي اللي كتعطينا بحال واحد الميزان اللي كنعبروا به حنا واش هذا الشيء صالح ولا ما صالحش. ف كخلاصة بالنسبة للمني التحرر الذي يمارسه الشخص ويتمظهر في أنشطته يظل دوما مشروطا بوضعه المركب، أي أن الحرية حرية الشخص دوما حرية بشروط. يعني موني كيركز على الجانب أن التحرر أو الحرية ماشي مطلقة ولكن دائما نسبية كتبقى بشروط للمجتمع كيفرضها، فدائما كيبقى في نطاق ديك الوضع المركب. يعني باختصار التحرر عن طريق المواجهة ولكن كيبقى مقرون بواحد الشروط في نطاق وضع مركب. دابا نمرو لثاني فيلسوف هضر على الحرية، هو جون بول سارتر اللي عاش في القرن العشرين ما بين 1905 و 1980، واللي هو كذلك فيلسوف فرنسي. في 1960 دار نقد العقل الجدلي وقال فيه أن التحول من وضع الضرورة إلى وضع التحرر هو الحرية، أي
أن التحرر أي هي التحرر من وضعية محددة قبليا إلى التعالي عليها عبر الفعل والممارسة. أتلاحظوا أن الفرق ما بين جون بول سارتر وموني هو ديك لفظ ديال التعالي. فبالنسبة لجون بول سارتر التحرر هو انتقال من وضعية ديال الضرورة شي حاجة مفروضة علينا لوضعية متحررة، يعني إحنا كنتحكموا زمام أمور. كيفاش؟ هي أننا ماشي نواجهوها كما قال موني ولكن نتعالوا عليها، وهذا التعالي كيكون عن طريق الفعل والممارسة. خلينا نشوفوا دابا واحد الشيما اللي كيلخص شوية هاد الوضع ديال. فبالنسبة لجون بول سارتر كاين وضع الضرورة، وعن طريق الفعل والممارسة كنقوموا بالتعالي على هاد الوضع باش كنمشيو لوضع التحرر. فمثلا شي واحد خلق معاق، هذا وضع ضرورة تحتم عليه، فإما يختار يعيش حياته في نطاق ديك الظروف الصعبة مستسلم يعني على هامش المجتمع، وإما يجعل من ديك الوضع الضرورة واحد الحافز ليلو أنه يتميز ويتعالى على ديك الوضع الضرورة ويخرج واحد وضع التحرر. هذا التحرر يخليه يبرز الكفاءة دياله. وكاين أمثلة يعني عدة لا يسع المجال الذكر ديالها، كل واحد يحاول يقلب في راسه يلقى بزاف ديال الناس بصح بسبب الإعاقة، يا إما إعاقة خلقت معهم يا إما إعاقة جات من بعد. وحطينا مثال حنا بالإعاقة، كاين أمثلة عدة ديال وضعيات الضرورة جعلوا منها الناس حافز لأنهم يوليوا متميزين. فهاد الوضع ديال الضرورة كان هو بحال نقولوا واحد الشيء تعالوا عليه باش يوليوا أعلى ويوليوا أحسن في الحياة ديالهم. فبالنسبة لجون بول سارتر هكا كيعرف التحرر والحرية، هي أنك تعالى على الوضع، أنك تتجاوزوا باش تكون متحرر. ماشي بحال موني اللي قال أن خصك تواجهه وأن الحرية كتبقى مشروطة. جون بول سارتر كان أكثر يعني التحرر بالنسبة له كان مطلق، يعني ملي كتعالى على واحد الوضع فكتولي متحرر، يعني كيتحرروا الطاقات ديالك مثلا بالنسبة لشي واحد معاق، ما كيبقاش كينسى ديك الإعاقة وكيولي متحرر كيمارس الهوايات ديالو بواحد الحرية وبواحد نعطينا مثال على تقريبي باش نفهموا شوية شنو بغى يقصد جون بول سارتر. فجون بول سارتر قال في واحد المقولة: إن الصخرة التي تبدي عن مقاومة شديدة حين أريد أن أنقلها ستكون على العكس من ذلك مساعدة ثمينة لي إن أردت الصعود عليها لتأمل المنظر، في كتاب الوجود والعدم. يعني قال هذه المقولة اللي هي كتلخص ديك الشيء اللي قلنا، هي مثلا الحجرة هي ديك الوضع الضرورة أو الإكراهات اللي كينا، وكيفاش أن إلا قررنا نواجهها فعاد بدي واحد مقاومة وعنكون بحالة كنضيعوا الجهد، ولكن إلا طلعنا فوق منها وحاولنا نتجاوزها ونتعالوا عليها بالعكس تكون مساعدة لنا أننا نتأملوا المنظر. فكخلاصة أو تركيب لهذه الطروحتين، الشخص مشروع حر ومفتوح على إمكانات لا نهائية، إنه ذات تتجاوز البنيات التي تسعى إلى الهيمنة عليه، وذلك عبر الشغل الذي يجعله يتعالى على كل عمليات التشيء والاستلاب. كنتمنى أن هذا الملخص نال إعجاب ديالكم، وحاولت نشرح ما أمكن لي هاد الأطروحتين ديال مونيه وجون بول سارتر. إلا عجبكم الفيديو بارتاجيه وديروا جيم. إلا كاين دي كومنتير تعليقات لا بالنسبة للتلاميذ باغين دروس جديدة أو لشي حاجة يفهموها أكثر، ولا بالنسبة للأساسي دا إلا علقوا على شي أشياء مثلا كان سهوا أو هفوا منا، فاحنا على رحب وسعة لا في الباج ولا في لاشين ولا في أي حاجة. والسلام عليكم، ساعة سعيدة. السلام عليكم، مرحبا بكم في ثالث درس من دروس الفلسفة فورميني بالدارجة. من بعد ما هضرنا على الشخص بين الضرورة والحرية، الآن كنمروا الدرس قيمة الشخص. وما تنساوش تابونا ولا كنتوا باقوا ما تابونيتوا. يلا. يكشف إشكال الشخص بين الضرورة والحرية عن تميز الشخص عن باقي الكائنات الخاضعة بشكل مطلق لحتمية الطبيعة وإكراهاتها، ما يعطي الشخص قيمة خاصة. فكما شفنا في الدرس ديال الشخص بين الضرورة والحرية أن هذا تميز الشخص هو أنه ما كيخضعش
بطريقة مطلقة لحتمية الطبيعة، وكيعطيه هاد الشيء كيعطيه واحد القيمة. فالسؤال، أي قيمة يحملها الشخص في ذاته وكيف تجب معاملته؟ يعني شنو قيمته وكيف خصنا نعامله؟ أول فيلسوف على هضر على قيمة الشخص هو إيمانويل كانت، أو إيمانويل كانت، اللي عاش في القرن 18 ما بين 1724 و1804، وفيلسوف ألماني هضر على واحد المقاربة أخلاقية في تحديد قيمة الشخص. فقال الشخص ذات عاقلة وواعية وحاملة لكل القيم التي يجب احترامها. فبالنسبة لإيمانويل كانت، الشخص بما هو ذات عاقلة وواعية حامل لكل القيم اللي يجب احترامها، فهو بالنسبة له القيمة دياله كتجلى فيه أصلا كذات واعية وعاقلة، وهو كيحمل معاه جميع القيم اللي نحترموها. وهذا التعريف دياله يمكننا نلخصه في واحد الشيما. بالنسبة له كاين جوج، يعني عطى جوج احتمالات، يا إما منطق المصلحة، وهذا المنطق المصلحة كنجعلوا فيه الشخص وسيلة لتحقيق واحد الأهداف معينة، أو الواجب الأخلاقي، ومنطق الواجب الأخلاقي اللي كيعتبر الشخص كائن عاقل ذو كرامة، وكيعتبره غاية في ذاته، وأن القيمة ديال هذا الشخص كتجي من الذات دياله. فبالنسبة له ما كاينش بين البينين، إما نعتبره الشخص غاية في حد ذاته وقيمته في ذاته، فكنحترمه وكنحترمه القيمة دياله بشكل مطلق، وإما عن غلب منطق المصلحة وعن رد الشخص وسيلة. فكما قول لخص فيها النظرية دياله، قال كانت: تصرف على نحو تعامل معه الإنسانية في شخصك كما في شخص غيرك كغاية دائما وأبدا، وليس مجرد وسيلة البتة. فبالنسبة له خصك لا مع نفسك ولا مع الآخر تعتبر الشخص غاية، فهو كأنه تمادى في ديك التعريف ديال أن الشخص حامل القيم دياله في ذاته فقط، فهو بحد ذاته يجب أن يحترم لذاته، ويجب أن يحترم الآخر لذاته بغض النظر على المجتمع أو الغير. فكخلاصة، الشخص بالنسبة لإيمانويل كانت غاية في حد ذاته، ويستمد قيمته من ذاته ومن كونه شخصا. دابا نشوفو ثاني فيلسوف هضر على قيمة الشخص، وهو جورج غوسدورف، واللي عاش في أواخر القرن العشرين، أي ما بين 1912، ماشي أواخر، عاش تبارك الله القرن العشرين كامل ما بين 1912 و2000، وهو فيلسوف فرنسي. في 1949 كتب مقالة في الوجود الأخلاقي، واللي اعتبر فيها المشاركة مع الجماعة هي التي يمكن للشخص عبرها أن يحقق ذاته بوصفه شخصا أخلاقيا. يعني أن جورج غوسدورف اعتبر أن الشخص بوحده ما كيشكلش واحد القيمة أخلاقية، ولا واحد لا يعتبر شخصا أخلاقيا حتى يشارك مع الجماعة. يعني ديك المشاركة مع الجماعة ووجود الغير بالنسبة لجورج غوسدورف هو اللي كيكمل هاد المفهوم القيمة ديال الشخص. فهو قال: إن الغنى الحقيقي لا يوجد في التحيز والتملك المنغلق كما لو كان بإزاء كنز خفي، ولكن بالأحرى في وجود يكتمل ويتلقى بقدر ما يعطي ويمنح. فهو بالنسبة له القيمة ديال الشخص كل ما أعطى وخدام الآخر. ونحن لاحظنا أن الإنسان اللي كيعطي كيحس بواحد القيمة كتزاد أكثر، لأن ذيك العطاء دياله كيحس بواحد القيمة أكبر. يعني هذا هو الاختلاف، وجه الاختلاف ما بين غوسدورف وكانت في تفسير القيمة. فكانت اعتبرها أنه يحمل قيمته في ذاته، بينما غوسدورف قال أن القيمة دياله ما كتكتمل إلا بالمشاركة ديال المجتمع والجماعة في واحد إنشاء واحد القيم مشتركة.
وياخذ من عند هذا المجتمع كذلك قيم مشتركة. فكتركيبة وخلاصة، إن الشخص مصدر كل قيم الأخلاقية، ويجب أن يعامل باعتباره غاية في ذاته وما عداه وسيلة، غير أن هذا الشخص الأخلاقي لا يحقق ذاته بالعزلة والإنغلاق، بل عليه مشاركة الجماعة في تجسيد القيم الأخلاقية العليا. فكنتمنى أن هذه الخلاصة يعني نالت إعجابكم وكانت مبسطة، ولا عجبتكم ديروا جيم وبارتاجوا مع أصحابكم، ولكن شي ملاحظات مرحبا بها. ساعة سعيدة. كخلاصة، يمكننا نقول أن الشخص كائن عاقل وواعي ذو هوية شخصية حر ومسؤول ومتعال على الوضعيات القبلية والبنيات التي تعمل على استلابه وتشييئه ليحفظ قيمته. فهو غاية الغايات، وقيمته في انفتاحه على الغير ومشاركته في تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة. كنتمنى أن هذه الوحدة الشخص كانت مفيدة لكم وعاونتكم شوية في الفهم أو تقريب الفهم بطريقة مبسطة وبدارجة المغربية. وكنضرب موعد الوحدة القادمة اللي هي الغير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وما تبخلوش علينا بانتقاداتكم ولي كومونتير، أي حاجة شتوها مناسبة غير مناسبة تزاد تنقص مرحبا. هذه أول تجربة كتعتمد عليكم، ف بارتاجيو ايميو لايكيو ديسلايكيو ولا ما عجبكمش، وما تنساوش تابوناو. ساعة سعيدة.